ومرحبا بكم لكل متابعي جريدة صوت العدالة الأوفياء أينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنتمنى تكونوا بخير دائما مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة. جدد الترحاب بكم مرة أخرى من هنا من مدينة العيون السقية الحمراء مشاهدي ومتابعي جريدة صوت العدالة. إذا مشاهدينا الكرام بهذه المناسبة الوطنية تخلد جمعية الشرفاء العلويين وابناء عمومتهم بالمغرب وخدام الأعتاب الشريفة ذكرى 48 للمسيرة الخضراء. إذا مشاهدينا الكرام لمعرفة التفاصيل لنتابع نحن وإياكم هذا الروبورتاج، ابقوا معنا. السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجمع الشرفاء العلويين جهة فاس مكناس وابناء عمومتهم بالمغرب، جئنا اليوم إلى المسيرة الخضراء لسنة 48. جينا اليوم انتقلنا من مدينة عين طوسات إلى مدينة العيون، والحمد لله هادشي دازا رائع. وحنا دابا ركبت القصر ديال المؤتمرات إن شاء الله الرحمن الرحيم، وكنحييو هاد الشعب ديال مدينة العيون، راه فرحانين وناشطين على هاد المسيرة الخضراء. وكنطلبوا الله العلي القدير أن يحفظ بلدنا وملكنا محمد الثالث نصره الله، والأمير مولاي الحسن والشقيق مولاي يقبيل والأسرة العلوية. نطلبوا الله العلي القدير يرحم الملكين المجاهدين جلالة المغفور محمد الخامس وجلالة الحسن الثاني، طيب الله أسرهما. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.